النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. رجعنا نعمل فيديو جديد لستيفلر رياكشن هنا على هوم سينما. هنرجع نكمل بقيه الاستيفلر رياكشن بتاعتنا لمسلسلات رمضان. نرجع نعمل تريلر رياكشنز جديدة. في كام مسلسل كده نزل له اوفيشال تريلر الحمد لله. خلاص رمضان التلات اللي جاي يعني ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. التريلر بتاع مسلسل الاختيار الجزء الثاني لسه نازل من شوية. قبل ما اخش على التريلر بتاع مسلسل الاختيار الاوفيشال تريلر، معلش استحملوني كده عايز اتكلم في كام حاجة قبل معلش اخش في التريلر. اول حاجة ان شاء الله باذن الله الاحتمال كبير لو رمضان التلاتة اللي جاي خلاص فرشور، الاثنين اللي جاي احتمال هنعمله حلقة لايف على يوتيوب، بس لسه مش عارف الساعة كام. ان شاء الله باذن الله هحط لكم بوست على يوتيوب في الكوميونتي على يوتيوب هقول لكم بالظبط الساعة كام هيبقى اللايف، وهحط برضو البوست ده على الفيسبوك بيج بتاعتنا على هوم سينما، هحط لكم اللينك بتاع في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لي فولو هناك على فيسبوك وعلى انستغرام، برضو هعمل زي ستوري كده هقول فيها ان احنا هنطلع لايف. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وعلى انستغرام وتويتر، برضو هسيب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن. دي اول حاجة، بس لسه مش عارف الساعة كام، فان شاء الله باذن الله تابعوا القناة بتاعتنا سواء على فيسبوك او على يوتيوب بالبوست بتاعنا ده عشان نخش بقى نتكلم في اللي احنا عايزينه، سواء مسلسلات رمضان او مش مسلسلات رمضان. اللي عنده اسئلة يحب ان هو يسألها في الاطار السينمائي بتاعنا او الاطار بتاع مسلسلات رمضان، انا ما عنديش اي مشكلة هرد عليها بكل تأكيد يعني. فتابعوا يعني الشانل وكده. هنشوف الساعة كام لسه ما قررتش يعني. دي اول نقطة عايز اتكلم فيها. تاني نقطة عايز اتكلم فيها بالنسبة لمسلسلات رمضان، انا عارف ان في تريلرز بتنزل والله، بس انا طبعا بفرجش عليها. انا باخد سكرين شوت للبوستر او باخد سكرين شوت للبوست عشان ببقى عارف ان في مسلسلات اعلانات اوفيشال تريلرز بتنزل فبركنها على جنب. مش فكرة ان انا بطنش او عارف ان الناس والله يعني بجد الف شكر ليكوا، سواء على اللي بيتابعني على فيسبوك اللي بيكلمني على فيسبوك او اللي بيكتب لي كومنتس على يوتيوب، كل الكومنتس حرفيا بشوفها سواء على فيسبوك او على يوتيوب. الناس اللي بتقول لي مسلسل مش عارف ايه كزل وكزل، مسلسل مش عارف ايه كذا نزل واوفيشال تريلر والله ويعمل وسوي وبتاع. انا عارف ان في اوفيشال تريلرز بتنزل، بس انا بحب ان انا انزل الحلقات بتاعتي التريلرز كذا تريلر ولا بعض يعني. دي هتكون اول حلقة في التريلر رياكشنز بتاعتنا النهاردة، هيبقى فيه بتاع 6 7 او 8 كمان تريلرز هنعمل لها تريلر رياكشن. فانا بحب ان انا احوشها بحيث ان انا اعمل كذا حلقة ورا بعض، احسن ما انا اعمل حلقة واحدة وبعد كده اخد بعضي واقوم، فاهمين قصدي؟ فبحب ان انا ينزلوا الاوفيشال تريلرز كده كلهم مع بعض واعمل بقى الحلقات كلها ورا بعض بحيث ان انا اريح دماغي يعني، واعمل حلقات كلها مرة واحدة. عشان ساعات كمان النهارده مثلا يعني النهارده الظهر مثلا نزل تريلر، فاقوم اعمل الحلقه على بالليل تلاقيه نزل مثلا تريلر او اتنين تريلرز، فقلت طب ما كانوا نزلوها الظهر فكنت عملت التريلر مره واحده وخلاص وريحت دماغي. بس مع الاسف ده ما بيحصلش غير لما انا بحس ان انا ما بستناش، وفجاه مثلا لما ما اقعد مثلا يوم ولا يومين ما اعملش فيديوهات الاقي مثلا 500 تريلر ينزل فيها. ما علينا، دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها ودي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي انا شخصيا، وياريت يعني تتفهموها، بالنسبه لمسلسلات رمضان او بالنسبه للفيديوهات عامه جماعه. بالنسبه لمسلسلات رمضان انا تمام وبعمل فيديوهات مسلسلات رمضان وبحاول على قد ما اقدر ان انا ابسطكم وانزل لكم فيديوهات تبع مسلسلات رمضان. اللي بجد بيضايقني ان لو انا ما بنزلش حاجه تبع مسلسلات رمضان ما بقاش عليها تفاعل خالص، ما بقاش عليها مشاهدات، ما بقاش عليها اي حاجه. فبجد الموضوع ده بيضايقني يعني. انا امبارح نزلت فالكون وينتر سولجر، والنهارده نزلت التريلر رياكشن بتاع فيلم سبيس جام الجزء الثاني، وان شاء الله باذن الله يا بكره احتمال كبير بكره هنزل التريلر رياكشن بتاع فيلم راث اوف مان بتاع جيسون ستيثم، تمام؟ فبعد اذنكم يا جماعه لما انا ما بنزلش حلقه من حلقات رمضان يا ريت توروني الدعم بجد، سواء بالسبسكرايب سواء باللايك سواء بالشير سواء بالكومنت باي حاجه، على قد ما تقدروا اتفاعلوا مع الفيديو كانه مسلسل من مسلسلات رمضان، لان ببقى عليه برضو مجهود. انا برضو يعني زي ما انتم بتشوفوا او بتكلم دايما معاكم في موضوع مسلسلات رمضان ان انا بعمل
10 من 8 ل 10 فيديوهات ورا بعض، وساعات بتوصل 12 والكلام ده كله، فبيبقى فيه مجهود جامد جدا يعني. تمام. سواء في التصوير وسواء في الاديتنج سواء 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 في تفاصيل، مش هنخش في تفاصيل قوي. فبعد اذنكم لما نزل فيديو مش مسلسلات رمضان، سواء مراجعه الفيلم، سواء هوم سينما في البيت، سواء تريلر رياكشن عادي، سواء مثلا لوحدك في البيت، سواء كريسماس في البيت، كل الكاتيجوريز اللي احنا بنعملها، يا ريت بعد اذنكم يا جماعه يكون في تفاعل اكتر من كده. لان انا بصراحه بتضايق بجد لما اكون انا ببقى متحمس وببقى عايز اعمل فيديو واجي اعمله ابلودنج وانزله وما ليش عليه تفاعل خالص وما عليش ما عليهوش اي مشاهدات. فبجد الموضوع ده بجد بيضايقني حقيقي، بيضايقني لان انا ببقى برضو تعبان وفي الفيديو. والنهارده عشان تبقوا عارفين اكون صريح معاكم، انا ما كنتش عايز اعمل فيديوهات خالص، لان انا كنت حاسس ان انا يعني مش موضوع محبط، او عايز ابين ان انا محبط او مكتئب شويه، عشان خاطر المشاهدات بصراحه مش بتاعه مسلسلات رمضان بتبقى في النازل. فبجد الموضوع ده بيضايقني جدا لدرجه ان اقسم بالله لولا ان الناس دخلت كتبت لي في الكومنتس على يوتيوب وعلى الفيسبوك بيج ان احنا يا جماعه عايزين اعمل فيديو عمر مش عارف ايه، ده مش عارف ايه نزل اتكلم عنه، وده مش عارف ايه برضو نزل اتكلم عنه، ويلا عايزين فيديو، يلا مش عارف ايه. فانا بتحمس ان انا اقوم اعمل فيديو. بس الفيديوهات التانية اللي انا بعملها خارج السباق الرمضاني، سواء التريلرز او افلام ورجعات افلام، ما بلاش عليها تفاعل خالص يا جماعه. فحقيقي بجد الموضوع ده بيضايقني. فانت يا ريت بعد اذنكم لو الناس اللي بجد بتحب القناه، اللي بجد بتحب المحتوى بتاعنا هنا على هوم سينما، يا ريت بعد اذنكم تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير، بيبقى اهم حاجه يا جماعه بالنسبه لي، سواء الشير او اللايك او السبسكرايب، عشان اقدر اكمل في المحتوى اللي انتم بتحبوه هنا على هوم سينما على يوتيوب. بجد اسف جدا لو طولت عليكم زياده عن اللزوم في الانترودكشن. فانا بجد متاسف، بس فعليا بجد كنت لازم اقول الكلمتين دول، ومحدش يزعل مني يعني، لان انا فيديوهات وانا بعمل يعني، انا ما بقصرش يعني. في ناس حرفيا بتقعد مثلا 5-6 شهور ما بتنزلش غير فيديو واحد، انا حرفيا ممكن في اليوم الواحد انزل لكم بتاع 3-4-5 فيديوهات، ده بجد بدون مبالغه. والناس اللي بتحب القناه والمتابعه القناه فعليا بتشوف ده بعينيها. لو انت عامل البال نوتيفيكيشن اللي هو الجرس ده بتاع الاشعارات، فعلا بجد الفيديوهات كلها بتوصلها. فبعد اذنكم يا جماعه سبسكرايب الشانل واعملوا اللي هو جرس التنبيهات عشان الفيديوهات بتاعتي توصل لكم اول باول. وبعد اذنكم عايزين دعم اكتر من كده في القناه، زي ما يكون مسلسل رمضان سواء نزلت ريفيو او سواء نزلت تريلر اكشن، بعد اذنكم لازم يكون في دعم عشان انا اقدر اكمل. لان بجد الموضوع ده بيخلي الواحد محبط شويه يعني، ان هو يعمل فيديوز والكلام ده كله. فبعد اذنكم يعني عايزين نبقى اقوى من كده يعني. يا سلام لو قفلنا السنه يعني، انا طموحي السنه دي ان انا اجيب 100,000 مشترك، ما تسالنوش ازاي، بس طبعا هيبقى صعب قوي. فيا سلام لو حتى قفلنا السنه ب50,000 مشترك يعني، انا بالنسبه لي ده هيبقى انجاز تاريخي يا فندم يعني، خصوصا ان احنا داخلين في سنه وثلاث شهور او سنه واربع شهور عاملين فوق 400 فيديو، فده انجاز بصراحه ابن لذينه يعني. هاتولي حد كونتنت كرييتر في مصر او في الوطن العربي عامل اكتر من 400 فيديو في سنه يعني، ده مستحيل هتلاقيه، مستحيل. بس كنت لازم اقول الكلمتين دول، انا بجد اسف لو طولت عليكم زياده عن اللزوم. هنخش على طول في التريلر، بس انا كنت لازم اقول الكلمتين دول يعني، انا بجد متاسف. النهارده التريلر اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو مسلسل الاختيار 2 رجال الظل. اتكلمنا قبل كده في الكاست ليست، هو من تاليف هاني سرحان ومن اخراج بيتر ميمي، وفريق البطوله معانا كريم عبد العزيز واحمد مكي واسماء ابو اليزيد وانجل مقدم محمد علاء ومرض مكرم وفي فراج وفي عمرو عبد الجليل محمد جمعه خالد، وفي كميه هيبقى في كميه ضيوف شرف بالعبيط يعني في المسلسل ده. لسه نازل له اوفيشال تريلر من تقريبا نص ساعة حرفيا، بجد بدون مبالغة نص ساعة. فكل الناس دخلت قالت لي ده الاختيار الجزء الثاني نزل، البرومو الرسمي بتاعه او الاوفيشال تريلر 2 بتاعه نزل، فعايزين بقى فيديو. فاهو اديني بعمل الفيديو بقى. تمام. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة لمسلسل الاختيار الجزء الثاني. يلا بينا. يخافوا يمشوا في الشارع، لما يخافوا يغلطوا، ولما يغلطوا هنعرف نجيبهم.
السياسة مش هتحل حاجة. السياسة هي اللي وصلتنا لهنا. طارق عند كل الضباط. بلاش الطريق ده يا إبراهيم. كل ما تموت منهم أكتر أبوك هيرتاح في تربته. تقف في وشهم. تدافع عن بيتك، عن أهلك. أحمد شهيدي أنا بيتدرب عليا يا أربيجي. تفتكر منسي مات؟ حرس سلاح. الله أكبر يا رجالة. بيقولوا إن إحنا خدنا عبرة من اللي عملوه زمايلنا. ما يعرفوش إن حق زمايلنا دول هيرجع من كل واحد فيهم. والنهارده اوكي تريلر بصراحه حلو، تريلر حلو وانا مبسوط بجد من المسلسل ده السنه دي. انا كنت قايل في الاول من ساعه ما عرفت ان الكاست ليست هيبقى فيه كريم عبد العزيز وهيبقى فيه احمد مكي قبل ما ينزله تريلر، قبل ما ينزله تيزر، قبل ما ينزله اي حاجه، كنت متاكد 100% ان المسلسل ده هيبقى احلى بكتير من المسلسل بتاع الاختيار الجزء الاولاني ده. انا يعني بصوا انا مش فاكر انا عطيت له كام في فيديو اللي انا كنت عامل له قبل كده تريلر رياكشن، تقريبا كنت بدي له 8 او 9 نسبه ترقب، بس مع الفيديو ده او مع التريلر ده اللي انا شفته دلوقتي نسبه ترقبي لمسلسل الاختيار الجزء الثاني هو 10 من 10 بكل تاكيد. التريلر بصراحه حلو جدا، الدايركتنج بيتر ميمي شكله عامل شغل حلو، بيرفورمانس كمان ميكي، عندي احساس ان ميكي عامل دور احلى كمان من كريم عبد العزيز رغم ان انا بحب الاثنين يعني. كريم عبد العزيز يعني من وجهة نظري انا الشخصية شايف ان هو احسن ممثل مصري حرفيا في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي يعني. مسلسل بجد واو يعني، شكله هيبقى حلو وتقيل يعني. ده تقريبا هيبقى شكله كده واحد من المسلسلات اللي احنا هنتفرج عليها السنة دي شكله كده يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل اختيار الجزء الثاني، خلاص كده علاقتنا بمسلسل اختيار انتهت تماما. عملنا له اوفيشال تريلر، تريلر رياكشن، وده الاوفيشال تريلر 2 وعملنا له تريلر رياكشن. يوم الاثنين لو رمضان ان شاء الله باذن الله، يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله، يوم الاثنين تابعوا اللايف بتاعنا على يوتيوب وهنعرف اذا كان الاختيار الجزء الثاني معانا السنه دي ولا لا. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل اختيار الجزء الثاني. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.